هاد الدودة ما عمرناش شفناها. أول خطرة كنشوفوها دابا كانت لينا الدراري وكانت لينا كاع الفلاحة، دابا عندنا داكشي ديال الحامض وديال داكشي ديال الذرة، يعني هاد الحشرة ما عمرناش شفناها. والدراري كاع الدراري ولادنا كاع كله كله ولا كيحكوا داكشي، يعني ما عمرناش شفناها دابا. والمشكل دابا هاد الحشرة ما عرفنا منين جات. شحال المدة باش ولات؟ تقريبا شي أسبوع دابا ولا 15 يوم باش ولات، وكتكاثر يعني يوم بعد يوم. يعني لا حنايا لا قاطعين هاد الحشرة يعني ضررنا بزاف. واش هي غير في جنب الواد ولا طالعه حتى لا دابا ولات عندنا ساحه في المنطقه كامله، يعني واحد 4 كيلومتر ولا 5 كيلومتر او حتى 10 كيلومتر. اللي دابا دابا تقريبا ضرب واحد 4 كيلومتر ولا 5 وغاديه، حتى هذه المنطقه سياحيه معروفه مهيوله جماعات ودرحمون. والمشكل دابا الا كثرت هذاك الشيء غنولوا مضرورين. جات شي دوده خويا هنا، جات مهيوله سياحيه، هاد الدوده اثرت علينا وعلى وليداتنا وعلى الفلاحه، ما خلات لنا لا رمان ولا حمض كتاكل فيه. الوليدات ولا كيحكوا، كنطلبوا من المسؤولين يجيو شويه يحاربوا هاد الوباء. هذا راه وباء طاح علينا، هذا قرصنا في الحمنا، قرص لنا وليداتنا. ها انت الرمان جايه لي، ها انت هاي دابا كتاكل في الرمان، هاي انت كتشوف هاي كتاكل في الرمان. الرمان هو المنتوج المحلي ديال الرمان، حوايم ذات درا شي كنتصرفوا فيه هي طايح علي. دابا حنا الخدام مابقاش يخدموا معانا، حنا خدامين دابا. انا كالتني دابا انا راه الحميه نعري عليك تحشم لشتي الحميه كي داير. وكنطلب المسؤولين يجيو يطلعوا بينا ويشوفوا هادشي طالع عندنا في المهيوله السياحيه جامعه ولاد رحمون. كيطلبوا المسؤولين يشوفوا يطلعوا بينا، حنا مضرورين. حنا كن دابا كيفاش عايشين العيش ديالنا؟ هو هاد الدرا رمان حامض، فين غنمشيو؟ الوليدات مابقاش يخرجوا، البلوات مابقاش كتهود لي تعوم فيا بالوليدات، الخدام مابقاش يخدموا معاك. وحنا دابا كنطلبوا الله وتقريبا واحد شي 15 يوم هذه ولا 20 يوم باش ولات هذا الوباء. هذا دابا كتجي مع الصباح ما تقدرش تدوز، وفي العشيه مازال كتسخن على السخانه كتخزن كتريح. دابا يسخن على في الليل يبرد على الحال كتمضي على سارحه. حتى كتشوف ها نجيره هذه رمانه، ها نجيره لا كتاكل فيها، ها انت حتى كتشوفها نطيح نطيح لك فيها كتشوفها. ها انت ها مزغبه، ما عمر هذه شنا في الحياه ديالنا. هذا كنطلبوا المسؤولين يشوفوا يطلعوا بينا ويعطونا حقنا احنا مواطنين. احنا كتشوف الحاله كي دايره، واش نعري لك كرشي تشوفها كاع كي دايره. هاد الدودة خويا قتلت لينا عباد الله، قتلت الغرس، قتلت كلشي، الفلاحة، الدرا، كلشي، أي حاجة في الأرض. الدراري الصغار من قبل ما نخرجوا ما لقدوش خرجوا، ومهيولة سياحية وقهرتنا. نطلبوا من المسؤولين يديروا لنا شي حل لهاد الدودة هادي. ما عرفنا دودة ولا شنا هي، تا هو كيأثر عليها، تا الدرا تا هو كيطلع فيه. هانت هاهي عاوتاني هانت هي في الارض بزاف. الوليدات كلشي كيبات يحك كيبات يكر، الليل كامل ما تلاش ما تلاش في الليل والو، ولا صافي كلشي ولا ظهرك ولا كرشك كلشي ولا يدز بالدم بالحكة. نتمنوا من المسؤولين يديروا لنا شي حل. هاد الحشره خويا ضرت الناس الفلاحه بزاف هاد الايامات هادي، تقريبا شي 15 يوم ولا 20 يوم باش طاحت. ما كتخلي لا رمان لا حامض، داكشي اللي دازت عليه كدير لا درا لا فلاح، اي فلاحه كضرها وكضر حتى الانسان، حتى هو الدراري الصغار ولا شنا ما لعبوا في الواد ولا كيهبطوا هذاك يعني كتعدم كدير واحد الحريق خطير للناس كبار ولا صغار. واللي عنده الحساسيه يعني كتهلكوا، شي ناس عندهم الحساسيه كتهلكهم. وكنتمناو من المسؤولين، الناس اللي مسؤولين يشوفوا على الاقل يشوفوا غير اشنو هو المضره ديال هاد الدوده هادي، واش على فيها شي مضره بزاف او لا، غير واخا بحال شني ولا او لا. هذا الشيء اللي كنطالبوا من هاد الناس. لا هادي كتفرز بحال شي، ربما بحال شي يعني بحال شني ولا، وهي ماشي شني ولا، بحال شي داك صغيورين بحال شي بوفرطو، غير كدوس البلاصه اللي فيها هي كتولي كتحكام. شي البلاصه اللي كدوس فيها هي ما كتبقاش تقدر تخدم، الا جات تبغي تسقي ولا تخدم تكربل ولا شي حاجه غير تنوض لك هذاك الشيء تهرب وتخلي. يعني الحريق ياكل ياكلك لحمك بزاف، يعني الحريق وكتعوم ودير الصابون ودير عاد لبرد عليك شويه. والغد عاوتاني تجي الغد نفس المشكل، غير تجي ولو تجي غير تجي لها في الصباح تجري عليك، تجي في العشيه تجري عليك.